الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. ما حكم من تكلم في صلاته؟ لو تكلم بكلام الناس ذاكرا أنه في الصلاة بطلت صلاته ولو بحرفين. إذا إنسان كان في الصلاة وهو ذاكر أنه في الصلاة وتذكر أنه في الصلاة ليس ناسيا وتكلم عمدا بحرفين ولو لم يكن لهما معنى تفسد صلاته. أما إذا نسي أنه يصلي وتكلم بكلام قليل عرفا فهذا لا تفسد صلاته. إذا نسي أنه يصلي وتكلم بكلام وكان هذا الكلام قليلا بحسب العرف يعتبر قليلا لا تفسد صلاته. ولو بحرفين أو بحرف مفهم له معنى مثل قيل، يعني إذا واحد في الصلاة قال حرفا واحدا لكن هذا الحرف له معنى مثل قيل، لأن قيل فعل أمر من الوقاية، يقال قيل كذا يعني حط كذا، فهذا حرف واحد لكن له معنى لذلك يفسد الصلاة. كذلك عين من وعاء، يعني إذا إنسان قال هذا الحرف وهو ذاكر أنه في الصلاة تفسد صلاته. إذا قال عين من وعاء، وفي من وفاء، يقال في اللغة العربية في القنديل زيتا يعني ضع فيه الزيت، فهذا أيضا يسمى حرفا مفهما. ما معنى يسمى حرفا مفهما؟ أي هو حرف يفهم منه معنى له معنى لأنه فعل أمر. ولو تكلم بكلام الناس كلاما قليلا وكان ناسيا أنه في الصلاة لم تبطل. إذا كان في أثناء الصلاة نسي أنه يصلي، ذهب عن باله أنه يصلي فتكلم بكلام قليل من كلام الناس لا تفسد صلاته. أما إذا تكلم بكلام كثير هو ذكر لله أو هو دعاء مشروع فلا تبطل الصلاة، لأن الصلاة لا تفسد بذكر الله تبارك وتعالى. أما لو كان الشخص يطوف حول الكعبة، الطواف الرسول قال إنه بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق. يعني ما معنى بمنزلة الصلاة؟ يعني إذا أراد أن يطوف بالكعبة لابد أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وأن لا يكون على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولا على ثوبه نجاسة غير معفو عنها. أما إذا تكلم وهو يطوف لا يؤثر لا يضر، لكن كلام الناس أثناء الطواف مكروه. يعني إذا واحد وهو يطوف صار يكلم صاحبه بكلام الناس بكلام الدنيا، يقول له مثلا ماذا سنتعشى، ماذا سنتحلى بعد أن نطوف حول الكعبة، ما رأيك أن نذهب في نزهة، هذا كلام من كلام الناس لا يبطل الطواف لكنه مكروه. ينبغي أن يكون أثناء الطواف مشتغلا بذكر الله تبارك وتعالى. في لما يطف عند الحجر الأسود يريد البدء بالطواف يستحب له أن يستلم الحجر، يعني أن يضع يده على الحجر وأن يقبله إلى صوت إن استطاع، وإن لم يستطع يشير بنحو يده ويقبل يده، يشير بيده إلى الحجر الأسود ويقبل يده، ثم حين يبدأ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أثناء الطواف من باب الاستحباب. لو طاف ساكتا لم يتكلم بشيء يصح الطواف، إن أتى به كما هو لازم يعني يصح، لكن يستحب أن يسبح أثناء الطواف حتى يصل إلى الركن اليماني الذي هو الركن الذي هو قبل الحجر الأسود. عندها يستحب له أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هكذا يستحب أن يقول ليس واجبا. ولو قرأ القرآن كان حسنا، ولو دعا الله تعالى في أثناء طوافه كان حسنا. وأما ذكر الله فلا يبطل ولو كان متعمدا،
أي إذا ذكر الله المصلي في أثناء الصلاة صار يذكر الله تعالى ولو كان عمدا لا تفسد صلاته، إنما الذي لا يصلح في الصلاة هو كلام الناس، الكلام الذي هو ليس ذكرا ليس دعاء، هذا لا يصلح أن يتكلم به المصلي. ما الحكم إذا تحرك الشخص في صلاته؟ إذا تحرك الشخص في صلاته حركات كثيرة بلغت مقدار ركعة من الزمن بطلت صلاته. إذا صار يتحرك حركات متوالية، هذه إذا كانت كثيرة بحيث تسع من الوقت قدر ما تأكل الركعة من الزمن من الوقت تفسد صلاته. أما إذا تحرك بحركات قليلة، حركة حركتين مثلا، هذا شيء قليل لا يفسد الصلاة، إلا إذا كان على وجه اللعب، إذا كان يعمل الحركة للعب فهذا يبطل الصلاة. كثيرة وغير متوالية مولانا، إذا كانت متفرقة لا تفسد الصلاة. وقيل ثلاث حركات متواليات تبطل، يعني يوجد قول أن الثلاث حركات المتوالية تبطل الصلاة. يعني ما معنى ثلاث حركات متوالية؟ مثلا هو واقف هكذا رفع يده ثم أرجع، هذه حركة ليست حركتين، ثم رفع يده ثم أرجع ثم رفع يده ثم أرجع، متوالية يعني بدون فاصل طويل بينها، هذه على قول تفسد الصلاة. ثلاث حركات متوالية بلغتنا العامية نقول وراء بعض بدون فاصل طويل بينها، وما دون ذلك فلا. وكذا الحركة المفرطة، كذلك إذا كانت هذه الحركة مفرطة فاحشة، كأن وثب وثبة بعيدة من مكان إلى مكان بعيد، والحركة بنية اللعب، كذلك إذا عمل حركة بنية اللعب، أراد أن يلعب مع شخص فعمل حركة للعب، هذه أيضا تبطل الصلاة، فإنهما تبطلان الصلاة. ما حكم الأكل والشرب في أثناء الصلاة؟ الأكل والشرب مبطلان للصلاة ولو قليلا إذا كان المصلي ذاكرا أنه في الصلاة، يعني هو متذكر أنه يصلي فأكل شيئا ولو كان قليلا أو شرب شيئا ولو كان قليلا تفسد صلاته. وأما الأكل والشرب القليل مع نسيان أنه في الصلاة فلا يبطل الصلاة. أما إذا أكل أو شرب شيئا قليلا وكان ناسيا أنه في الصلاة فلا تفسد صلاته. كذلك لو واحد ضحك مغلوما، يعني بلغتنا العامية نقول غصبا عنه، ضحك مغلوما ليس للعب، إنما رأى شيئا أضحكه أو في فكره تذكر شيئا أضحكه، بمجرد أنه ضحك لا تفسد الصلاة. متى تفسد الصلاة؟ إذا كان عمدا أخرج حرفين أو حرفا واحدا مفهما، أو تكلم بكلام كثير عمدا، هذا تفسد صلاته. أو في أثناء الضحك صار يطلع منه حروف كثيرة، صار مجموعها مقدار كلام كثير، وهذا لا يحصل في العادة من الشخص. فمجرد أنه ضحك أو اهتز في الصلاة لا تبطل صلاته. نبه العوام لهذا، لأن بعض الناس مجرد أن حصل معه الضحك يترك الصلاة، يقول فسدت صلاتي على زعمه، هذا من الجهل. لو نوى المصلي قطع الصلاة أو علق قطعها على حصول أمر أو تردد في ذلك فما الحكم؟ إن نوى قطعها، إذا واحد في الصلاة نوى قطع الصلاة بطلت فورا، يعني ما معنى نوى؟ قصد في قلبه أن يقطع الصلاة، هذا معنى نوى، قصد في قلبه أن يقطع الصلاة هذه الصلاة بطلت. أو علقه على حصول أمر، قال إن طرق الباب لأقطعن صلاتي، إن طرق الباب لأقطعن صلاتي، فسدت صلاته فورا. أو تردد في ذلك، يعني طرق الباب فحصل عنده تردد حقيقي، صار في قلبه يقول أقطع الصلاة أم لا أقطع الصلاة، ليس الخاطر، ليس ورد على قلبه شيء بلا إرادة، الخاطر إذا ورد على القلب لا يؤثر على الشخص إن كان في أمر الصلاة وفي غير ذلك. التردد المقصود به التردد الحقيقي بإرادة
أقطع الصلاة أم لا أقطع الصلاة؟ جي مثلا شخص معه مصاري لأنه ولما طلق الباب عن يمكن هذا الشخص اللي أنا أنتظره أريد المال، ماذا أفعل؟ أقطع الصلاة أم لا أقطع الصلاة؟ حقيقة صار يقول في قلبه وقد يروح علي المال غير رأيه مثلا، وماذا أفعل؟ أقطع أم لا أقطع؟ بطلت صلاته. أما إذا جاء خاطر، شو يعني جاء خاطر؟ ورد شيء على قلبه، ما رأيك لو تقطع الصلاة؟ هو ما نوى ولا تردد، جاء خاطر على قلبه، لا تفسد الصلاة.